الاستعلام عن نتائج الطلاب بوابة التعليم الأساسي في محافظة القاهرة لجميع الصفوف 2024 الترم الأول. الاستعلام عن نتائج الطلاب بوابة التعليم الأساسي. يسرني أن أشارككم رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الذي يمكن طلاب وطالبات المدارس الحكومية بمحافظة القاهرة من البحث عن نتائج الامتحانات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وكذلك الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي للترم الثاني. الاستعلام عن نتائج الطلاب بوابة التعليم الأساسي. أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة عن تفعيل خدمة الاستعلام عن نتائج امتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي وشهادة إتمام التعليم الأساسي للترم الثاني 2023. يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال عدة طرق لتسهيل هذه العملية. إحدى الطرق هي استخدام خدمة المحادثة الإلكترونية عبر موقع بوابة التعليم الأساسي. يمكن الوصول إلى هذه الخدمة من خلال الرابط التالي: بوابة التعليم الأساسي، حيث يتعين على الطلاب إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما وتحديد المرحلة الدراسية والصف المراد الاستعلام عنه، ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني والعام الدراسي 2024 إلى 2023، وأخيرا الضغط على عبارة عرض النتيجة. كما يمكن الاستعلام هاتفيا من خلال الاتصال بالأرقام التالية بعد الساعة الثانية عشر ظهرا: 0900010 للتليفون الأرضي، 5757 للتليفون المحمول. يرجى اتباع الخطوات المذكورة أعلاه للاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت أو الاتصال بالأرقام المخصصة للاستعلام الهاتفي، كما نحث الطلاب وأولياء الأمور على متابعة المواعيد المعلنة للحصول على نتائج دقيقة ورسمية. نتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية، ونأمل أن تكون هذه النتائج مشجعة وتحمل إشارة إيجابية للجميع.